هعمل معاكم الكيكة ديت، كيكة البرتقال هتعجبكم جدا. شايفين قد ايه لونها جميل وتحفة؟ يلا بينا نبتدي المكونات واقولكم عملتها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هعمل معاكو صينية كيكة بالبرتقال، يا رب تكون يا رب تعجبكو. معايا مكوناتها ايه؟ معايا 3 بيضات، معايا 2.5 كوباية من الدقيق، معايا 1.25 كوباية من السكر، معايا 1 كوباية برتقال اللي هي العسكيس الفروت مفضياه مدوباه في مية، ومعايا هنا 1.25 كوباية من الزيت، ومعايا 2 معالق نشا، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا. 2 معالق النشا دمت هنحطهم عشان خاطر هتخلي الكيكة طرية وجميلة جدا ومتفرولش خالص. يلا نبتدي الوصفة ونشوف هنعمل ايه. انا ركنت الدقيق والبيكنج باودر والنشا، وهنزل المكونات ديت في قلب الخلاط اللي هي كوباية الا ربع من الزيت، كوباية اللي هي المية بالفروت، 3 بيضات، 1.25 كوباية من السكر، الفانيليا. يلا بينا ننزلهم في الخلاط ونضربهم كويس جدا. ادي الخلاط معاك اهوت، هبدأ انزل عليه كوباية العصير ديت، تمام، واللي هي 1.25 كوباية من الزيت، وهنزل البيض والفانيليا والسكر. هنا المكونات كلها نزلت، تمام، زي ما قلت لكم المكونات كلها نزلت، السكر والفانيليا والبيض والدقيق واللبن، سوري يا جماعة، قصدي العصير البرتقال دوت والسكر، سوري قصدي الزيت. هضربهم في الخلاط وارجع لكم. ولعوا الفرن على درجة حرارة 180 وسيبوه يسخن عشان ندخل الكيكة في قلب الفرن على طول، سيبوه يلحق يسخن قبل ما نجهز الكيكة مع بعض. ودوت الخليط بعد ما اتضرب خلاص اهوت، فضيته في قلب الطبق البلاستيك دوت معاكم. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه في بقية المكونات. ودوت الدقيق معايا انا نخلته مرة، تمام، هبدأ انزل عليه بالبيكنج باودر ومعلقتين. وديت المكونات الجافة معايا اهيت، نزلت كيس البيكنج باودر ومعلقتين النشا، وهقلب المكونات كويس جدا وهبدأ انزلها في الخليط. المكونات بعد ما قلبتها كويس خلاص، المكونات الجافة معايا اهيت، بعد ما نزلت خلاص النشا والبيكنج باودر، هبدأ انزل على الخليط اللي انا طلعته من الخلاط دوت. هنزل شوية صغيرين من الدقيق واقلبهم، نزلت شوية صغيرين وهبدأ اقلبهم بالراحة في اتجاه واحد كده، تمام، في نفس الاتجاه، ما تغيريش الاتجاه، تمام كده لحد ما الدقيق كله يتغطى، تمام. وكده قلبت اول شويه والدقيق اختفى هو، نزل بقيت شويه كمان من الدقيق، تمام كده، وهقلبه برده وارجع. وكده نزلت الدقيق كله وقلبته نفس الاتجاه دوت، تمام، والقوام كده مظبوط معايا. تعالوا موريه لكم القوام اهوت، بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه بالظبط، تمام كده، قوام الكيك كلنا عارفينه ده. يلا بينا نبدأ ننزله في الصينية. قست صينية مقاس 26، حطيت عليها زيت ومسحتها كويس، وبعدين نزلت عليها بالدقيق وبطنتها كده بالدقيق ونفضته. وهنا خليط الكيكة اهوت جاهز معايا، هنزله في الصينية. طبعا لو العجينة طلعت معاكي تقيلة تقدري تخففها بشوية بالمعلقة او معلقتين من اللبن، لو طلعت معاكي مظبوطة بالقوام دوت خلاص ما تضيفيش اي حاجة، تمام كده. هبدأ انزلها في الصينية دلوقتي وهوريها. وهي بعد ما نزلت المكونات في قلب الصينية، هبدأ ان انا ارفعها واخبطها مرتين كده على الرخام عشان نطلع اي هوا زياده فيه، خبطتها كذا مره عشان ميبقاش فيها فرقعات هوا. كده الكيكه جاهزه معايا، ادخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني لمده 35 دقيقه بالظبط. يلا بينا ندخلها الفرن واحنا سايبينه ايه. الكيكه خرجت معايا من الفرن بعد ما استوت وبقت جميله جدا، واديني اختبرتها قدام كباب السكينه، طالعه مستويه وجميله. يا رب تكون عجبتكم، والله هي جميله جدا وطعمها جميل جدا. وما تنسونوش في اللايك وفي الشير والسبسكرايب، وباذن الله برضه هوريكم قطع منها للتقديم.